بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله بنتكلم في المحاضرة رقم 2 من شرح مادة Design of Steel Structures 2. النهاردة إن شاء الله بنبدأ بقى نتكلم على تصميم البولتد كونكشن. فأول حاجة كده عايزين نعرف إيه هي المسامير اللي متوفرة في السوق بالجريدز بتاعتها. فالكود المصري بيعطينا كده الجدول الموضح اللي بيتكلم على النومينال فاليوز اوف ييلد ستريس اند التيميت تنسايل سترينث فور بولتس. ف كل مسمار على حسب قوته له جريد. فبنقول كده ان البولت جريد في مسامير اسمها جريد 4 و6، يعني جي 4 و6، جي 4 و6، جي 4 و8، وفي جي 5 و6، وهكذا لحد جي 10 و9. طيب بالنسبة للبولت جريد جي 4 و6، الاف يلد له 2.4 طن على سنتيمتر سكوير، والاف التيميت له 4 طن على سنتيمتر سكوير. طيب طبعا من خلال الجريد، من خلال الرقم ده كده، انت تقدر تحدد قيمة الاف يلد والاف التيميت. فأول رقم اللي هو 4 بيشير إلى الإف ألتيميت دايما. طيب لو ضربت الأربعة في 6 من 10 اللي هو الكسر اللي جنبها ده، فهيدي لك قيمة الإيه؟ الإف يلد. فأربعة في 6 من 10 تدي لك 2 من 10 اللي هي قيمة الإف يلد. طيب نفس الكلام برضو لو جينا نتكلم مثلا على الجريد 6 و8، فالرقم 6 اللي هو أول رقم ده يمثل الإف ألتيميت، والستة في 8 من 10 يعني 4.8 طن على السنتيمتر سكوير بتمثل الإف ييلد للمسمار، وهكذا. فده كده كان الماتيريال بروبرتيز والإيه الجريدز المتوفرة للمسامير. طيب طبعا كل مسمار بيكون له قطر، القطر ده اسمه دي. طبعا لو هنعمل فتحة للمسمار يدخل فيها، فلو عملنا الفتحة برضو بقطر دي فالمسمار مش هينفع يدخل في الفتحة. فانت محتاج ان فتحة المسمار تكون اوسع شوية من قطر المسمار بقيمة اسمها الكليرنس. فده كده شكل فتحة المسمار اللي هو الخط الداش ده اللي هو قطر فتحة المسمار. فبنسمي قطر فتحة المسمار اسمه فاي. فقطر المسمار اسمه دي سمول، قطر فتحة المسمار اسمها فاي. فالفاي بتساوي قطر المسمار اللي هو دي بلس دلتا دي اللي هي الكليرنس. فدلتا دي اللي هي الكليرنس. الكود المصري بيحدد لنا الكليرنس للمسامير على حسب اقطارها، يعني كل ما زاد قطر المسمار كل ما الكليرنس المطلوب للمسمار بيزيد. طيب فبيقول لك ان الكليرنس 1 ملي متر بالنسبه للمسامير ام 12 وام 14، الكليرنس 2 ملي متر للمسامير ام 16 لحد ام 24. يبقى المسامير اللي قطرها 16 ملي لحد 24 ملي محتاجه كليرنس في الفتحات 2 ملي. طيب والكليرنس 3 مللي بالنسبة للمسامير ام 27 والاكبر من ذلك. فده كده الكليرنس اللي هو الفاي بتساوي دي بلس دلتا دي، وبرضو ساعات بنسميها السي، يعني ساعات بنسمي الدلتا دي كده بنسميها السي. طيب يبقى احنا كده عرفنا ان المسامير ليها جريدز وليها كليرنس. تالت حاجة عايزين نعرفها عشان نرص المسامير او نوزعها في الكونكشن، فاحنا نقول ان ده كده بداية البليت او بداية الممبر، وده برضو كده بداية البليت او الممبر، لكن ده بداية البليت في اتجاه اللود ترانزفير، في اتجاه الحمل المؤثر على الكونكشن، وده بداية البليت في الاتجاه اللي هو العمودي على الايه الكونكشن. طيب المسافة من بداية البليت في اتجاه الحمل لحد السنتر بتاع اول مسمار بنسميها الادج ديستانس او الاند ديستانس، بنسميها الاند ديستانس ونديها الرمز اللي هو الاي 1.
طيب نفس الكلام برضو، المسافة من بداية البليت أو بداية الممبر لحد السنتر بتاع المسمار بنسميها الـ E2، وهي اسمها الـ Edge Distance. طيب فالكود المصري بيقول لنا كده إن الـ E1 والـ E2 أيا منهم لازم يكونوا أكبر من المينيموم وأقل من قيمة الماكسيموم. فالمينيموم للـ E1 والـ E2 اللي هو 1.5 D، فالمينيموم 1.5 D اللي هو قطر المسمار طبعا. فلو عندك مسمار M12 فأقل مسافة end distance أو edge distance لازم تكون 1.5 × 12 ملي. طيب أكبر مسافة من بداية البليت لحد السنتر بتاع المسمار سواء كان الـ E1 أو كان الـ E2 فهي بتساوي 12 تي مينيموم أو 50 ملي. فالمسافة قصدي 150 ملي أو 12 التي مينيموم. طيب إيه هي التي مينيموم؟ طيب لو المسمار اللي هو بالشكل ده بيربط تو انجلز باك تو باك بقصد بليت، فهو بيربط التلاتة بليتس دول ببعض، البليت الاولاني وادي التاني وادي التالت. فالتي مينيمم اللي هو اقل سمك من التلاتة بليتس، يعني السمك الاولاني وادي السمك التاني وادي السمك التالت، تشوف السمك الاقل منهم وده اسمه التي مينيمم، وتبدأ تعوض بيه في القانون عشان تجيب المسافة الماكسيمم. طبعا انت هتجيب في الاخر 12 تي مينيمم هيطلع لك بقيمة وليكن 170، والماكسيمم عندنا 150، فانت مش هينفع تزيد عن الكام؟ عن 150. لكن لو 12 تي مينيمم كانت ب 140 وعندك الرقم ده 150 فهتختار ال 140، فانت دايما بتختار الرقم الاقل من الايه؟ من الاثنين. طيب برضو نفس الكلام تاني حالة كده، انا عندنا بليت عليه فورس متربط بمسامير لتو بليتس تانية. فلو قلنا ان البليت الاولاني ده البليت الاولاني فيه فورس اف، فكل بليت من دول هيشيل نص الفورس اللي هو الاف على اتنين والاف على اتنين. طيب التي هنا بكام او التي مينيموم؟ هي الاقل من الايه؟ السمك الاقل من التلاتة تيز دول، تمام كده. طيب بعد كده احنا قدرنا دلوقتي نحدد الاند ديستانس والايدج ديستانس، بعد كده المسافه بقى السبيسنج بين كل مسمار والتاني هتكون كام. طبعا عندنا سبيسنج في اتجاه الحمل وسبيسنج عمودي على ايه؟ اتجاه الحمل. ف السبيسنج في اتجاه الحمل بنسميها اس، وعمودي على اتجاه الحمل بنسميها جي. طيب سواء كان الاس او كان الجي فالمفروض ان هما لا يقلوا عن 3 الدي، 3 الدي حيث ان الدي قطر المسمار، ولا يزيد عن 14 تي مينيمم، وعرفنا يعني ايه تي مينيمم، او 200 ملي متر ايهما اقل. يبقى 14 تي مينيمم او 200 ملي متر ايهما اقل. طيب البولت ديتيلز، خلي بالك ان احنا عندنا شكلين من الايه؟ من المسامير. المسمار الاولاني اللي هو بالشكل ده، المسمار ده متألوظ كليا، يعني في ألوظ من الأول لحد الآخر، فبنقول إن المسمار ده fully threaded bolt. الشكل التاني أو النوع التاني من المسامير هو في ألوظ في جزء منه والجزء التاني مفيهوش ألوظ، فعشان كده بنسميه partially threaded bolt. طيب إيه تفاصيل المسمار؟ المسمار بيتكون من head اللي هو رأس المسمار، شانك اللي هو الجزء اللي مش متألوظ من المسمار، والنط اللي هو اللي هي الصامولة، والثريد اللي هو الجزء المتألوظ من الايه؟ من المسمار، بالإضافة إلى الوشر، الوشر اللي هي الوردة، الوشر اللي هي الوردة. فدي كده تفاصيل الايه؟ المسمار. طيب الطول، الجزء المتألوظ من المسمار بنسميه ثريد لينث. طول الجزء اللي مش متألوظ او الشانك للمسمار بنسميه الجريب لينث. طول الجزء المتألوظ واللي مش متألوظ بنسميه النومينال لينث للمسمار، والطول الكلي للمسمار بنسميه توتال لينث اوف بولت. فدي كده تفاصيل المسمار اللي انت محتاج تعرفها. طيب
طب الكروس سيكشن اريا اوف بولت، كل مسمار له ديامتر فله كروس سيكشن اريا. زي ما اتفقنا ان احنا عندنا في منطقه مش متقلوظه ما فيهاش الوز، وفي منطقه فيها الوز، فاكيد طبعا المنطقه اللي فيها الوز هيكون الكروس سيكشن اريا بتاعتها اقل شويه من المنطقه اللي ما فيهاش الوز. يعني الاريا في المنطقه اللي فيها الوز هتساوي تقريبا في حدود 7 من 10 من الاريا اللي مش متقلوظه. طيب فالجدول ده بقى بيوضح لنا على حسب قطر كل مسمار الاريا الكليه للمسمار بكام، والاريا الصافيه في المنطقه اللي فيها الوز بكام. فالاريا اوف شانت للمسمار اكيد طبعا على حسب قطره اللي هو الباي دي سكوير على 4 سنتيمتر سكوير، فدي كده ايه قيمه الارقام يعني. فالمسمار اللي هو الام 12 هتلاقي الاريا الكروس سيكشن اريا بتاعته او الاريا اوف شانت بيساوي 1.13، المسمار 16 هيساوي 2.1%، المسمار 20 هيساوي 3.14%، وهكذا. المسمار 36 طبعا دي كلها اقطار المسامير يعني، الاريا اوف شانت له 10.18% سنتيمتر سكوير. طيب تعالى بقى على الستريس كروس سيكشنال اريا اللي هي الاي اس. فالاي اس هي الاريا بتاعت الايه الكروس سيكشن المتقلوظ في المسمار اللي هو اسمه بنسميها ستريس كروس سيكشنال اريا او ستريس اريا. طبعا اكيد هتلاقي ان هي اقل من الايه من الاريا اوف شانك اللي احنا بنديها الرمز اي او الرمز اي بولت اي بي. فالاريا اللي هو الاي اس بتساوي 84% من ال 1.13 بالنسبه للمسمار ام 12 1.54 سنتيمتر سكوير للمسمار اللي هو الام 16. طبعا اكيد هتلاقي ان هي اقل من الايه ال 2.1%، وهكذا. طيب احنا دلوقتي بنتكلم في الكونكشن اللي هي البيرنج تايب كونكشن، واللي احنا بنستخدم فيها نون بريتنشن بولت. فده كده اول نوع من الكونكشن هنبدا نشتغل عليه. الكونكشن دي عبارة عن وصلة المسامير فيها بيتم ربطها يدويا او سناج تايتن. سناج تايتن انت بتربط المسامير يدويا او بآلة ربط، ولكن في النهاية خالص انت يعني لا تؤثر على المسمار بقوة شد داخلية كبيرة او يعني بشكل كبير بحيث ان هي تأثر على انتقال الاحمال في الكونكشن. فانت بتستخدم يعني بتستخدم مفاتيح زي اللي متوضحه في الشكل عشان تبدا تربط النون بريتنشن بولتس او الايه احنا بنسميها الاورديناري بولتس. طيب المود اوف فيلير او شكل الفيلير في الكونكشن اللي هتكون بالشكل ده اللي هي البيرنج تايب كونكشن، اول حاجه ان المسمار نفسه يكون ضعيف، فالمسمار نفسه يحصل له قص. على سبيل المثال عندنا بليتين بالشكل ده، البليت الاولاني فيها فورس مقدارها ارشير، البليت الثاني فيها فورس مقدارها ارشير، خلاص. فاللي يحصل انهيار الكونكشن ان المسمار نفسه يحصل له قص بالشكل ده، والبليتات ما فيهاش اي مشكله لان ايه لانها قويه او الجريد ليها قوي. طيب خلي بالك ان هنا المسمار حصل له انهيار على شير بلان واحد بس، يعني هو حصل له قص على شير بلان واحد بس. طيب هنا عندنا بليت في ار شير، الفورس فيه توزعت على بليتين تانيين، ار شير على 2 وار شير على 2، فلما يحصل هنا قص للمسمار هيحصل قص على ايه تو شير بلانز او تو فيلير بلانز. ففي الحالة الأولى النمبر اوف شير بلانز الام او بنسميها ساعات الان بواحد، وفي الحالة الثانية النمبر اوف شير بلانز باتنين. طبعا الحالة الأولى تشبه اكيد الايه الجاست بليت اللي مربوط بسنجل انجل، والحالة الثانية تشبه الجاست بليت اللي مربوط بتو انجلز باك تو باك. طيب فأول مود اوف فيلير للكونكشن اللي هي البولت كونكشن اللي احنا بنستخدم فيها النون بريتنشن بولتس اللي هي الشير فيلير اوف بولتس. طيب تاني حاجه متوقعه او تاني مود اوف فيلير متوقع ان يحصل
شير فيلير للايه البليت. البليت نفسه هو اللي ضعيف، فهو اللي يبدأ ينهار في البداية ويحصل في مشكلة. طيب تالت حاجة ان يحصل بيرنج فيلير اوف بولتس، ان المسمار نفسه برضو ضعيف، فبيحصل له ايه نحر بالشكل ده نظرا لزيادة الاستريسز على ناحية منه. بعد كده ممكن يحصل بيرنج للايه البليت، ان تلاقي بقى فتحة المسمار حصل فيها تشكل واصبحت واسعة بشكل كبير، فده اسمه بيرنج فيلير للبليت. برضو في الحالة دي هتلاقي ان المسامير قوية ولكن البليتس ضعيفة. ممكن يحصل تنسايل فيلير اوف بليت، يحصل تنسايل فيلير، يحصل تنسايل السيريسز هنا كده تؤدي الى قطع الايه البليتات. طيب ممكن يحصل بندنج فيلير اوف بولتس، طبعا عندك نمبر اوف بليتس في الوصلة كبيرة، المسمار بيربط بليتس كتيرة، فممكن يحصل له ايه بندنج، ممكن يحصل له بندنج بالشكل ده كده. واخر مود اوف فيلير ان الجزء المتهشر اللي هو بالشكل ده كده يحصل له تيرنج اوت او يحصل له خلع، فالجزء ده كله على بعضه كده يتخلع، فيؤدي برضو الى فيلير للايه للكونكشن، وده اسمه الشير رابشر، شير رابشر اوف كونكشن. طيب تعالى بقى كده نبدأ نصمم البيرنج تايب كونكشن او النون بريتنشن. الكود المصري بيقول لنا ايه، ان الكونكشن بتنهار نتيجة اما الشير فيلير المسمار حصل فيه شير، واما بيرنج فيلير ان البليت حصل له بيرنج. فانا مش محتاج المسمار يحصل له شير، او مش عايز المسمار يحصل له شير، ومش عايز البليت يحصل له بيرنج. في لو وفرنا الشرطين دول هنقدر نطلع في النهاية خالص بكونكشن سيف، وتقدر تقاوم الاحمال يعني. طيب فاول حاجة الشير فيلير، الكود بيقول لنا ان الشير سترينث اوف بولتس اللي هو الار شير، بنديها ذا الاول شير الاستريس اللي هو الكيو بي، بتديها الرمز كيو بي، بتساوي 25% الاف التيمت بولت. طبعا عارفين الاف التيمت بولت في اول جدول اتكلمنا عنه في المحاضره. المعادله دي بتنفع في حاله المسامير اللي هو الجريدز 4 و6 و5 و6 و8 و8. طيب لو الجريدز التانية اللي هي الجريد 4 و8 و5 و8 و6 و8 و10 و9، فبتقولوا كده ان الالاو والشير ستريس للمسمار باتنين من عشرة الاف التيمت بولت طن على سنتيمتر سكوير. طيب انا كده جبت الالاوبل ستريس. طيب انا عايز اعرف دلوقتي كل مسمار هيقدر يشيل قيمة شير قد ايه، فلو ضربت قيمة الالاوبل ستريس في الكروس سيكشن اريا بتاعت المسمار هنعرف كل مسمار يقدر يشيل شير فورس مقدارها كام. فهنا الشير فورس اللي هي الار شير بتساوي الكيو بي مضروبة في الاي اس. طبعا الاي اس دي زي ما اتفقنا قبل كده على حسب نوع المسمار، ممكن نستخدمها اي او الاي بولت يعني اللي هي التوتال اريا للمسمار، وممكن نستخدم الاي اس اللي هي الاستريس اريا للمسمار. طيب امتى نستخدم التوتال اريا وامتى نستخدم الاستريس اريا؟ لو بصينا هنا كده في حالة في الكونكشن دي وليكن المسمار ده كده، طبعا هنا في النط او الصامولة للمسمار، المسمار مربوط. طيب المسمار متقلوص في الوز اهو، خلي بالك ان المسمار ده متقلوص كليا خلاص. هنا الشير بلان للكونكشن وقع في ايه، في منطقة الالوز للمسمار، فلما وقع في منطقة الالوز المسمار فاذا الكروس سيكشن اريا اللي هتشيل قيمة الشير هي الايه الاستريس اريا او الاي اس. طيب لو رحنا على كونكشن تانية وليكن المسمار ده، فالمسمار ده مكمل كده ومربوط، خلي بالك ان المسمار ده متقلوز يعني في الوز كده وليكن لحد هنا كده خلاص، يعني المسمار ده بارشالي ثريدد بولت،
الجزء الباقي كله مش متألوف. طيب الشير بلان وقع في منطقة الايه؟ الشانك للمسمار، يعني وقع في منطقة ما فيهاش ألوص. في الحالة دي هنقدر نستخدم الايه؟ الكروس سيكشن اريا، التوتال اريا للمسمار اللي هي الايه. يبقى اذا الايس ده بيعتمد على هل الألوز وقع في منطقة الشير بلان ولا لا. فلو الألوز وقع في منطقة الشير بلان فبنستخدم الاي اس اللي هي الستريس اريا، ولو لم يقع في منطقة الشير بلان فبنستخدم الاي اللي هي الشانك اريا للمسمار. طيب يبقى اول حاجة اتكلمنا على الشير ستريس، تاني حاجة هنتكلم على البيرنج سترينث للبليتس. طيب البيرنج سترينث اللي هي الار بي بتساوي الاف بي اللي هي الالاوبل بيرنج سترينث مضروبه في الدي اللي هو قطر المسمار مضروبه في المينيمم سيجما التي. طيب الاف بي اللي هي الالاوبل بيرنج سترينث هتساوي الالفا مضروب في الاف التيميت. طبعا الاف التيميت على حسب نوع الحديد، لو كانت ستيل 37 فالاف التيميت ب 3.6 طن على سنتيمتر سكوير، لو كان ستيل 44 فالاف التيميت بيساوي 4.4 طن على سنتيمتر سكوير، لو ستيل 52 فالاف التيميت ب 5.2 طن على سنتيمتر سكوير. فهنا احنا بنتكلم على البيرنج اوف بليتس، فاكيد لازم هنتعرض ليه لايه لبروبرتيز اوف ستيل نفسه وليس لبروبرتيز اوف بولز اللي هو الاف التيميت يعني. طيب الالفا ايه هو الالفا؟ الالفا ده عباره عن فاكتور، الكود بيديهولك، بيعتمد على الاند ديستانس ان دايركشن اوف فورس اللي هي الاي 1 اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، واحنا قلنا ان الاي 1 لا تقل عن كام؟ 1.5 الدي ولا تزيد عن 12 تي مينيمم او 150 مليمتر. فلو اخترنا قيمة الاي في البداية في بداية الحل باتنين الدي مثلا، فهتلاقي ان قيمة الالفا بكام؟ ب8/10. هتلاقي ان قيمة الالفا ب8/10 وهكذا بقى. لو كان 1.5 الدي فبنختار ان قيمة الالفا ب6/10، لو كان 3 دي فبنختار الالفا ب1/2، لو كان 2.5 دي فبنختار الالفا ب1. طيب احنا في الغالب بنشتغل على ان احنا بنفترض ان قيمة الاي باتنين الدي، وعلى هذا الاساس بنختار الالفا ب8/10. طيب ايه هي بقى المينيموم سيجما التي؟ كنا اتكلمنا في بداية المحاضرة على المينيموم ثيكنس، وقلنا ان المينيموم ثيكنس في حالة اللي هو هنا كده اهو، في حالة حساب الاند ديستانس والايدج ديستانس، وكمان برضو في حالة حساب السبيسن اللي هو اقل سمك من الايه؟ من الثلاثة بليتس او عدد البليتس يعني اللي بيربطهم الايه؟ المسمار ببعضهم. لكن هنا الامر مختلف شوية، فالمينيمم سيجما تي اللي هو على حسب الممبر ده شايل فورس ازاي. على سبيل المثال عندنا الممبر، عندنا البليت ده كده شايل فورس مقدارها اف، المفروض ان الفورس هتتوزع على البليتين دول اف على 2 واف على 2، صح كده؟ فالتي هنا في الحالة دي هنقوله ان التي 1 هيساوي سمك الايه؟ البليت الاولاني اللي هو شايل الفورس الكلية. طيب التي 2 اللي هو مجموع سمك الايه؟ البليتين التانيين اللي هيشيلوا نفس الفورس الايه؟ الكلية. نفس الكلام برضو في الحالة دي اللي هو تو انجل باك تو باك، هتلاقي ان الفورس بتتنقل من الممبرز اللي هو التو انجلز الى الجاست بليت، فهنقول له كده ان التي 1 اللي هي سمك الجاست بليت، والتي 2 اللي هو مجموع ايه؟ مجموع السمكات للتو انجلز اللي موجودين عندي. طيب المينيمم سيجما تي هي الاقل بقى من التي 1 والتي 2، يبقى هي الاقل من التي 1 والتي 2. طيب تعالى بقى كده نبدا ناخد مثال على الكونكشنز
دي او هذا النوع من الكونكشن. فعندنا التراس بالشكل ده واكيد شفناه قبل كده شكل معروف. لو عايزين نعمل ديزاين للكونكشن دي كده، فده شكل الكونكشن، ده اللور كورد تو انجل باك تو باك، اللور كورد تو انجل باك تو باك، ودول كده الدياجونالز سنجل انجل، وده كده الفيرتيكال تو انجل ستار شيب، على اساس ان في لونجيتودنال بريسنج في المنطقه دي كده. طيب اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي، عايزين نحدد عدد المسامير اللي هتربط بين كل ممبر والبليت. طبعا على حسب الفورس الموجوده في الممبر هنقدر نحدد ايه عدد المسامير، وعدد المسامير بيعتمد على شير سترينث والبيرنج سترينث للكونكشن. طيب فاول مثال بيقول لنا ديزاين ذا بولت جروب ان 4 وان 5 شوين ان ذا فيجر. يبقى احنا عايزين نحدد عدد البولتس الموجوده هنا كده في الان 4 والان 5، والمعطيات عندنا يوزنج اوردينري بولتس ام 12 جريد 4 و6، التي جاست بليت ب 10 مللي، ونوع الحديد اللي هنستخدمه في البليتس ستيل 37. يبقى اذا الجريد جي 4 و6 بيحدد لي قوة المسمار، والستيل 37 بيحدد لي قوة الحديد نفسه. طيب ايه المعطيات اللي موجودة عندنا؟ احنا عايزين نصمم ال N4 وال N5. فأول حاجة عايزين نعرفها ان الممبر اللي هيربط، يعني الممبر اللي هيتربط بالجسد بليت هو سنجل انجل 60 في 6، صح كده ولا ايه؟ طيب الفورس اللي موجودة فيه 2 طن، وبرضه نفس الكلام الممبر الثاني سنجل انجل 60 في 6، والفورس اللي موجوده فيه برضه ايه 2 طن. طيب يبقى 4 بولت جروب ان 4 وان 5 الاف ديزاين اللي هنشتغل عليها ب 2 طن، تمام. وما ننساش ان الممبر اللي هيتربط في الجاست بليت هو ايه سنجل انجل، يبقى عندنا سنجل انجل اهو مربوط فيه الايه الجاست بليت. طيب عايزين بقى نحدد عدد المسامير اللي موجوده في الكونكشن. فاول حاجه بنتكلم على الشير سترينث، فبنقول له كده ان الار سنجل شير. طيب ليه قلنا سنجل شير؟ لان احنا عندنا سنجل انجل مربوطه في جاست بليت، فالنمبر اوف شير بلانز في الحاله دي بكام؟ بواحد، فعشان كده سميناه سنجل شير، ار سنجل شير. طيب هيساوي، هنعوض بقى 25% في الاف التيميت بولت مضروبة في الاريا اوف بولت مضروبة في النمبر اوف فيلير بلانز اللي هو في الحالة دي بكام؟ في الحالة دي بواحد. طيب تعالى كده نعوض 25% الاف التيميت بولت على حسب جريد المسمار 4 و6، يبقى اذا الاف التيميت ب 4 مضروب في الاريا اوف بولت اللي هو الباي في 1.2 سكوير على الاربعة. طيب المفروض ان احنا نكتب كده اسيوم ان الثريد اكسكلودد فروم ايه اللي هو نفس الكلام ده كده اكسكلودد فروم ذا شير بلانز. خلاص في الحاله دي هنقدر نستخدم التوتال اريا للمسمار نفسه، ف اللي هي الباي في 1.2 سكوير على 4، وبعدين ضربنا في الان بواحد، فيدينا كده ايه ان كل مسمار يقدر يتحمل قيمه شير فورس مقدارها 1.13 طن. طيب الار بيرنج اللي هي بتساوي الالفا، صح كده، مضروب في الاف التيميت مضروبه في الدي في المينيمم سيجما تي. الالفا هنقول كده اسيوم ان الاند ديستانس بيساوي 2 الدي، وعلى هذا الاساس الالفا بكام؟ ب 8/10 من الجدول، مضروبه في الاف التيميت اللي هو على حسب نوع الحديد ستيل 37، فالاف التيميت له ب 3.6، صح كده، مضروبه في الدي اللي هو قطر المسمار هنشتغل بيه السنتي ام 12، يعني 12 مللي، يعني 1.2 سنتي، مضروبه بقى في المينيمم سيجما تي. طيب المينيمم سيجما تي هنجيبها ازاي؟ احنا قلنا ان الفورس هتتنقل من الانجل الى الجاست بليت، فالانجل نفسها ليها سمك اسمه تي 1، والجاست بليت له سمك اسمه تي 2، فالمينيمم سيجما تي هي الايه؟ الاقل من الاثنين، اللي هو السمولر من سمك الانجل
وسمك الايه القصد بليت. طيب سمك القصد بليت ب10 مللي يعني 1 سنتي. طيب سمك الانجل اللي هي انجل 60 في 6 اللي هي بكام؟ اللي هي 6 مللي، 6 مللي يعني 6 من 10. طيب ال 6 من 10 طبعا هتكون اقل من الايه؟ سمك القصد بليت، فعشان كده احنا ضربنا هنا في المينيموم سيجما تي اللي هي ب 6 من 10، فيدينا كده ان الار بي رينج ب 2.7 من 100. يبقى دلوقتي كل مسمار يقدر يستحمل قيمة شير فورس مقدارها قد ايه؟ هي الأقل من الآر شير والآر بيرنج. يبقى إذا الآر ليست اللي هي قيمة الشير فورس اللي يقدر يتحملها كل مسمار لوحده هتساوي سمولر من الآر شير والآر بيرنج، يعني هتساوي 1.13 طن. طيب احنا محتاجين عدد مسامير قد ايه في الكونكشن اللي هي الإن، الإن 4 او الان 5، المفروض ان هي بتساوي الفورس الموجوده في الممبر اللي هي الاف ديزاين ب 2 طن مقسومه على الار ليست، يعني 2 على 1.13 هيدينا 1.77. طبعا 1.77 مفيش عدد مسامير اسمه 1.77، فاحنا بنحولها الى اقرب رقم صحيح لاعلى، اقرب رقم صحيح لاعلى. يبقى الرقم اللي بيطلع بنقربه لاقرب رقم صحيح لاعلى، فال 1.77 في الاخر هتساوي 2 فولتس. فاذا عدد المسامير المطلوبه لربط الدياجونالز بالقصد بليت هما ايه؟ مسمارين، هما مسمارين. طيب المثال الثاني بيقول ديزاين ذا بولت جروب الان 1 والان 2 شوين ان ذا فيجر جيفن ذات يوزنج اوردينري بولتس ام 12 جريد 4 و6 تي قصد بليت ب 10 مللي ستيل 37. طيب اول حاجه الممبرز اللي هنشتغل عليها هي 2 انجلز 100 في 10، طبعا باك تو باك 2 انجلز 100 في 10. طيب الفورس اللي موجوده في الممبرز هي 7 طن، هي 7 طن. طيب تعالى بقى كده نبدا نحل المساله. فالاف ديزاين خلاص ب 7 طن والممبرز 2 انجلز 100 في 10، يبقى احنا عندنا 2 انجلز هم مربوطين في الجسد بليت هيتربطوا بمسامير. فاول حاجه هنقول له كده ان الار دبل شير. ليه دبل شير؟ لان في الحاله دي يا شباب النمبر اوف فيلير بلانز او الشير بلانز هنا بكام؟ ب2. النمبر اوف شير بلانز المسمار هيحصل له قص على 2 بلانز، فهنا في الحاله دي ان الان ب2. طيب عشان كده سميناها الار دبل شير، لكن هنا قلنا ان هي ار سنجل شير، لكن هنا ار دبل شير. هتساوي 25% في الاف التيميت، طبعا 25% على حسب الايه؟ على حسب جريد المسمار. الجريد هنا 4 و6 فخدناها 25% مضروب في الاف التيميت بولت في الاي بي على اساس ان الالووز لا يقع في منطقه الشير بلان، مضروبه في الان اللي هو نمبر اوف شير بلانز. طيب تعالى نعوض 25% في الاف التيميت بولت ب 4 اللي هي دي كده مضروبه في 1.2 سكوير على 4 باي اللي هي الاريا توتال اريا للمسمار مضروبه في 2 عشان دول تو انجل باك تو باك مربوطين في الجسد بليت. فهنا الار دبل شير بيساوي 2.26 طن. يبقى اذا كل مسمار هيحصل له فيلير على 2 شير بلانز، كل مسمار لوحده يقدر يتحمل قيمه شير ستريس مقدارها 2.26 طن، وهي ضعف القيمة اللي احنا طلعناها في الايه؟ في المسألة الأولى. طيب الار بيرنج بتساوي 8 من 10 على أساس إن الإن ديستانس بتساوي 2 الدي مضروبة في الإف ألتيميت للحديد في الدي في المينيموم سيجما تي. طيب طبعا كله سهل، 8 من 10 في 3 و6 في 1 و2، المينيموم سيجما تي نحسبها إزاي؟ طبعا الفورس اللي موجوده اللي هي 7 طن دي موجوده في الايه؟ التو انجلز مع بعض وبتتنقل للايه؟ الجاست بليت نفسه، صح كده؟ فالمينيمم سيجما تي هي مجموع السمكات بتاعه الانجلز اللي هي 10 مللي بلس 10 مللي، اللي احنا شغالين على تو انجل 100 في 10، ب 10 مللي بلس 10 مللي يعني 20 مللي. يبقى ده كده التي 1 ب 20 مللي، التي 2 بكام؟ ب 10 مللي اللي هو سمك الايه؟ الجسد بليت. فاذا المينيموم سيجما تي هتساوي المينيموم من 1 سنتي يعني 10 مللي سمك الجسد بليت، او 2 في 10 مللي اللي هم مجموع السمكات للتو انجلز، فالاصغر منهم اللي هو بكام؟ ب 1 سنتي، فعوضنا هنا كده ب 1 سنتي.
في الحالة دي الار بيرنج بيساوي 3.45 طن. طيب بعد كده نروح بقى نشوف كل مسمار هيقدر يستحمل قيمة شير فورس قد ايه. طبعا القيمة دي بتعتمد على الار شير والار بيرنج، فاذا الار ليست هي الاقل من الايه، من الاثنين، اللي هو السمولر من الار دبل شير والار بيرنج، يعني تساوي 2.26 طن، اللي هي الاقل من الايه، من القيمتين دول. يبقى اذا عدد المسامير ال ان 1 وال ان 2 بيساوي الاف ديزاين على الار ليست، يعني 7 على 2.26 هتدينا 3.09، يعني هنقربها لاقرب رقم صحيح لاعلى، يعني عدد المسامير اللي محتاجينها هم 4 فولت. بكده نكون انهينا الشرح المحاضرة النهاردة. المرة الجاية ان شاء الله المفروض نكمل باقي الديزاين اوف كونكشن، وازاي بقى نقدر نعمل الديتيلنج او نرسم الديتيلنج للكونكشن دي على حسب عدد المسامير اللي احنا طلعناها وعلى حسب الاند ديستانس اللي احنا افترضناها، فازاي هنبدا نطلع الديتيلنج للكونكشن دي. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.